كل إنسان يلد فنان ومبدع، البيئة التي فيه بتحدد سياق هذا الإبداع وهذا الفن والبحث عن المعرفة في اتجاهات. لكن يجب أن يكون لديك الإمكانيات أن ترسم بيدك، تلون، تحفر، تبني من الأساس. الإبداع والفن منبعث من الخيال، من الحلم، أن ترى الصورة. أي إنسان شخصيته تبدأ من الطفولة، وهذه أساس لكل شخص. فالمرحلة الأولى وخاصة السنوات البداء في النمو تلعب دور مستقبلي في تكوين شخصية الشخص، رغباته، إحساسه. فالمرحلة الأولى في عناصر معينة كانت إلي ولا تزال جزء: البحر، الشمس، والنجوم. أبو ظبي تكلم بداية الستينات، البحر أبو ظبي الأزرق، نجوم بالليل، والشمس. ثلاث عناصر بالنسبة لي تكونت واستمرت معي إلى ما بعد الجامعة. تأثيرها وجودك في جزيرة أبو ظبي البحر، كثير من الساعات بحر يتغير مع الموسم، صوته، حركته، أمواجه، الشاطئ، البحر يتغير بين الليل، المد والجزر، بين الشتاء والصيف والأصوات. المخلوقات بتخرج للبحر من صدف، من نجوم، أسماك. هذه كانت جزء بدايتي بعلاقتي بالفن، أن أجمع هذه العناصر بتخرج من البحر ورتبها على قطع خشب أو على جدار البيت. كان هناك علاقة بيني وبين الوالدة من طفولتي، كونها هي فنانة بالأصل بالتطريز والأمور والقراءة، فكان نوع من التشجيع. فنرتبها لما تطلع ريحتها وتتعفن نكبها، وأنا أقوم بالعملية تركيب وإزالة، والأسبوع البعدي نبدأ بالعملية من جديد، ويبدأ النقد والمدح بأن الألوان قريبة نوعيات. في تلك اللحظة لم أكن أخطط أن أكون معماري أو فنان، كنت طفل أو العائل، لكن النتيجة كان ممكن أن أكون مهندس، وهذا ما حدث، وفنان. لكن هي الأساسات تساعد الشخص. من خلال الستينات في المشهد الرومانسي بسميه لأبو ظبي، مشهد بناء وتأسيس لدولة، حلقة التطور في دولة الإمارات من تأسيسها إلى حلقة الثقافة والبكر، نشرها داخلي وعالمي وعربي، منبثق من نفس الروح الفكرية والفلسفية لمؤسس الدولة. أنا كنت أدرس في مدرسة الغزالي، مدرسة الغزالي الأولى في الابتدائية كانت على في البطين، يعني البحر قريب. ثم انتقلت على مدرسة بن دوريد. بن دوريد الأساس كانت أمام قصر المنهل، اللي هو كان بذلك الوقت كان الشيخ زايد رحمة الله عليه يقيم فيه. مدرسة بن دوريد القديمة لم يكن لها سور، أمامك مشهد إذا تصور شارع المطار، شارع الحصن، منطقة تنشأ، دولة تبنى. ترى هذا المشهد الرومانسي الدرامي أمامك كطفل، فهذا المشهد
بدأ يظهر في أعماله. معالجتي للرسم والعمارة استمرت بعد الإعدادية لحالي البيت مع الوالد. في انتهاء من الثانوية العامة أرسلنا إلى أمريكا لدراسة الهندسة، وأنا شخصياً كنت سجل هندسة بترول ليس لها علاقة بالعمارة أو بالفن. في ولاية إنديانا جامعة إنديانا يونيفرسيتي هناك بدأنا الدراسة اللغة الإنجليزية والتحضير للهندسة البترول معي وزملائي، بيت مهندس كهرباء، مهندس ميكانيك، مهندس بترول. تعرفت على مجموعة من الفنانين. الجامعة تملك أحد أعظم معاهد تعليم الفنون الزخرفية وفيها أقسام ضخمة. فخلال الدور كنت أرسم، وأحب الرسم بخطوط والقراءة الفلسفية، فصارت مناقشة بين هذه نتيجتها صار تشجيع لإلي لعمل دراسة. في انتقالي لجامعة لويزيانا بعد ما قبلوني بالعمارة والفنون بدأت الرحلة بالتعرف على أهم موقف. كأي طالب تعرف على أساتذة، لك مواقف جميلة مواقف، لكن الموقف الذي أثر وغير بحياتي هو علاقتي مع باب كارستن. كلية الفنون الجميلة التي تتعلم فنون ونحت وزخرفة كانت منعزلة في مبنى قديم لذلك الوقت، فكان هذا المبنى متخصص للفنانين، وكان لكل فنان بالماجستير له استوديو. فيك أمامها في محل قهوة يبيع الدونتس كوب، فنجتمع كطلبة عرب فيه. بعد نهاية فأنا أتمشى باتجاه كلية الفنون وأجلس. فكلية الفنون دائما الكلية الوحيدة أو المبنى الوحيد، هذا المبنى مش إنه جزء من كلية الفنون، ما كان يطفي لا ليل ونهار، ناس طالعة فيه صوت وموسيقى ورسم فالمشهد ديناميكي. فأجلس أنا أتفرج على المشهد، وأيضا أرجع على المحل كافي أدرس رياضيات وفيزياء وكالكولاس وتحضير الامتحانات الكلية العمارة. هنا في شخص تعرفت عليه، حدث بأنه يوما وأنا جالس أمام المبنى هذا الشخص طلع باب فسألني أما تقوم روح go home it's too late or come in. دخلنا مع بعض وبدأت رحلة الفن، لأنه تشجعت بأني أدرس وأخذها ككورس. أصبحت في هناك علاقة بين بعض، تعلمت منه أشياء كثيرة، لكن أسلوبي يختلف عن أسلوب كارستن. نعم نستعمل نشترك باستعمالنا نفس المواد الخامة، الباستيل والأكريليك والزيت نتعلم منه، لكن هو يرسم الواقع الطبيعة الواقعية. كان من فنانين اللي يرسموا خيول السباق، يعني لوحاته لما ترى تعرف الفرس والفارس بهذا الدقة. أنا اختلاف، أنا عند الأسطورة، عند التجريد، عند التعبير، فلم يجبرني أن أرسم، لكن كنا نذهب مع بعض على نفس المشاهد وكنا نرسم مع بعض، لكن هو يرى بعيونه أنا أرى بخيالي. رحلة العودة إلى الوطن بدأت عام 1985. أول شيء كمهندس معماري استلمت وظيفتي بأدنوك شركة بترول أبوظبي الوطنية كمبعوث إلى الخارج للدراسة، وانتقلت إلى قسم الهندسة. بعديها بدأت أسأل كيف أستطيع أن أقدم أعمالي الفنية. مجمع ثقافي معروف، فزملائي في أدنوك طلبوا مني أن أذهب إلى المجمع.
مجموعة العمل في المجمع كانوا خلفيتهم interior designers, graphic designers, art designers وأيضا شعراء كتاب مترجمين. فكانت المجموعة فكان سهولة إلي الدخول وبدأت العلاقة بيني وبين المجمع. أصبح المجمع خلال فترة وجيزة بيتي الثاني إذا لم يكن البيت الأول. وبدأت فكرة تجميع حركة فنية بدعم من المسؤولين في المجمع للفن الحديث، الفن التشكيلي أو نسميه الفن الحديث في أبوظبي. نتكلم الآن على بداية الثمانينات. العلاقة أصبحت أبوظبي بالمجمع الثقافي منارة، أصبحت المعارض الفنية التشكيلية دائمة، ضيوف من خارج الدولة، عدد الفنانين يعني بكل بساطة يعني ما أتذكر الرقم، بجماعة أصدقاء الفن لوحدة تتجاوز 30 و40. فالتجربة كانت بين التعليم والنشر وبين الاستفادة الشخصية وبين تقديم للساحة الإمارات، ومن بعدها بدأنا للساحة الخارجية. شاركنا في معارض، مثلنا فيها وطننا دولة الإمارات في خارج بالساحات الخليج العربي، معارض في الدول العربية وخارج الدول العربية. النقاط الأساسية لأي فنان هي الأدوات، أدوات تعبير عن نفسه. فالخامات اللي أنا استعملتها من قلم الرصاص للحبر الصيني، استعملت بعض الفترات الريش أو أدوات الخط للعربي الجرافي، لكن استعملتها بالرسم أنه شكل القلم وزاويته تعطيك خطوط منظمة هندسية في التكوين الهندسي باللوحة. كنت أستفيد من بعض زملاء بالخط العربي فأعطيهم نوع الخط وحجم القصبة وعملية تركيبها، أستعملها بالحبر الصيني كخلفيات. فهنا اختلفت كأداة وكنوع عن الوحشية وعن التعبيرية باستعمال الريشة بصنع الخط. اقتربت فيها إلى الفن الصيني أو الفن شمال الهند والمنطقة، لأن استعملت القصبة في أعمالهم الفنية بالتكوين الهندسي. الأدوات الأخرى هي مادة الباستيل. مادة الباستيل بأنواعها الزيتية أو الأعمال الباستيل الناشف الطبشوري. هذه أدوات استعملتها من بداية مرحلة الدراسة واستمرت بها. الأكريليك الووتر كولر وهو المواد المستعملة الكلاسيكية في اللون والألوان الزيتية. بالنحت كانت علاقتي بالنحت دائما بخام سلس. استعملت الألمنيوم في بداياتي واستعملت الطين، استعملت الجبس والخشب، ومن هنا تعمل قوالب لمادة تصنع فيها قوالب للتماثيل والأعمال النحتية بمادة البرونز أو الألمنيوم في بعضها. لما استعملت الألمنيوم بصب الألمنيوم بالأعمال المعمارية، يعني بعض دائما في مباني أو الفلل أدخل الفن بطريقة مختلفة عن الفن المتعود الجمهور عليه، أدخله بشكل تكويني أو زخرفي. كانت صناعة القاعدة للمداخل المباني أو الجدران أو تكوين عناصر معمارية. كأنك تترك توقيعك شخصي بينك وبين المكان، أصبح علاقة.
المرأة بأعمال محمود رمحي. هناك طريقتين، أما تواجه المرأة وتعلم المرأة، لأن هي القصة كاملة هي المرأة، الموضوع هو المرأة، أو تتفاداها وتتجه إلى شبح المرأة في اللوحة. أنا اخترت أن أواجه المرأة وتعلم ما هي المرأة. نعم، هناك في رموز كلاسيكية بثقافتنا، المرأة الوطن، المرأة الأرض، المرأة البيت، هذه الأم، هذه أساسيات، لكن الموضوع أعمق. عندما ندخل بقصة الحضارة العربية وتاريخها، نكتشف بأنه أول ملكات بالعالم في أرضنا. فالمرأة دورها في المجتمع العربي ليس دور ثانوي، دور أساسي مكمل مساوي. فهنا باللوحة هي جزء من اللوحة، لأنها طبيعي أن تكون اللوحة بأنوثتها وبجمالها وبدورها بإرسال الرسالة. فأعمالي بشكل تكويني أو بشكل مباشر وحشي في بعض الأعمال، المرأة ظاهرة، ليست سطحية، ليست مختفية، هي ظاهرة تقوم بدور. كل إنسان يجب أن يمر في تجربة النجاح والسقوط، لكن يجب أن لا تمتنع نفسك من الاستمرارية إلى الأمام. أي فنان يتصل له معلومة عن طريق الإنترنت أو أي اتصال اجتماعي، يسجلها ثم يبحث في هذا الكتاب، يقرأ هذا الكتاب. يجب أن تطور مهارتك في الرسم بالطرق الأكاديمية. استعمال التكنولوجيا أساسي، وهذا هو المستقبل، لكن يجب أن يكون لديك الإمكانيات أن ترسم بيدك، تلون، تحفر، تبني من الأساس. نرجع إلى نقطة العمل الجاد والعمل الإبداعي، هذه أساس دور ومنهجية النظام المدني لقائمة عليها دولة الإمارة. فالإبداع وانبثق من الإنسان، من الحلم، من الرؤية، تصنع المدني، الإنسان يصنع المدنية عبر الإبداع، يصبح ينافس الحضارات ويضع نفسه كحجر أساس بين الأمم.